السلام عليكم. فيديو على سريع ومستعجل وعاجل جدا. كنت نايم وقعدت على خبر الصراحة اعتبره قنبلة. شفت اكثر من منشور بس ما كنت بعدني مصحصح، يعني نومة العصر تعرفوها انتو، قلت هاي اثار نومة العصر. والخبر يقول استحواذ اكس بوكس على بليزرد، فقلت خل ادخل للصفحة الرسمية لمايكروسوفت ولقيت الخبر صحيح يا ابويا. وطبعا الصفقة جت بوقت كلش ممتاز، تدرون ليش؟ لان بالفترة الاخيرة اغلبكم سمع عن مشاكل بليزرد، سواء التحرش او معاملة الموظفين بشكل سيء. وطلع بوقتها جيم ريان مدير شركة بلاي ستيشن او قسم بلاي ستيشن، وقال حاليا احنا بحالة اعادة النظر بعلاقتنا مع اكتيفيجن. وبنفس الوقت هم يعني طلع فيل سبنسر وقال وصرح نفس التصريح تقريبا، بس هو كان اللوتي شي يسوي يشتغل تحت الطاولة مثل ما نقول، واستغل الفرصة واستحوذ عليها. وسعر الصفقة تقريبا 70 مليار دولار، وهذا كله من مصلحة اللاعبين. وألعاب اكتيفيجن كلهن جايات للجيم باس، يعني مثل كول اوف ديوتي واوفر واتش وكراش كلهن جايات للجيم باس، وشكو لعبة حتنزل مستقبلا حتكون بالجيم باس من اول يوم. وبنفس الوقت ما اعتقد حتكون الالعاب حصرية فقط لمايكروسوفت، لان القاعدة الجماهيرية لكود على البلاي ستيشن مو قليلة وتعتبر الاكثر، لذلك حتكون اجزاء كود الجاية موجودة على البلاي ستيشن بس بفلوس، كأنه ما تغير شيء، بس مشتركين الجيم باس راح يحصلوها موجودة بالخدمة ومن اول يوم. لان من غير معقول يا شباب صفقة بسبعين مليار تكون حصرية فقط لمايكروسوفت، يا صحيح حصرية بس وتنزل للجيم باس وبشكل مجاني ومن اول يوم، ويعني والاستحواذ ترى سعره مو قليل 70 مليار، يعني ترى مبلغ حيل كلش عالي يا شباب. فلذلك راح تنزل الالعاب ايضا على البلاي ستيشن، بس مثل ما ذكرت لكم بس تقول تكون بفلوس على البلاي ستيشن، على الجيم باس تكون موجوده من اول يوم. قبل يومين تقريبا صرح فيل سبنسر قال لازم بلاي ستيشن تتحرك وتشوف خدمه مشابهه للجيم باس، لان هو هذا حاليا التوجه الصحيح للألعاب المستقبلية أو حاليا. لازم أكو خدمة شلون نتفليكس وغيرها، لازم أكو خدمة مال الألعاب تشترك بيها اشتراك وتعطيك مجموعة من الألعاب. احنا حاليا هذا إذا نعيش عصر ازدهار صناعة الألعاب. خلينا نقول كان الاستحواذ كلش حلو ووقت قلت لكم كلش ممتاز، واستغل الفرصة فيل سبنسر، لأن حاليا هاي السنة هي السنة السابقة صعدت مبيعات الجهاز بسبب شنو؟ بسبب حصرياته. يعني تخيل عندك ديك السنة كانت سنة بداية الأكس بوكس، أنا أعتبرها ازدهار الأكس بوكس. ليش؟ لأن نزلت فورزا هورايزن 5 ونزلت هيلو أنفينيت بنهاية السنة 2 يا شباب، وزيد مبيعات الجهازين سواء كان الأكس بوكس سيريز إكس أو الأس زيد مبيعاته. وبهاي السنة يا شباب الحصريات مال مايكرو قلت، يعني وأنه مو قلت ولا ما خلنا نقول صار أكو بعض التأجيل، مثل لعبة ستوكر 2 كان المفروض تنزل بشهر الرابع، هم وين دفعوها شهر 12 بسبب تأخير بعملية التطوير. يعني راح يصير عندهم فراغ بهاي الفترة، يعني هي من راح تكون من شهر الثاني فما فوق، يعني شهر الثاني أيضا راح تنزل حصرية المايكروسوفت، تكون حصرية مؤقتة، فعندك فراغ كامل تقريبا 6 شهر أو 7 أو 8. فشنو استغل هالوقت؟ جاب هذا الخبر واستحول على اكتيفيجن حتى يجذب المزيد من اللاعبين لمنصته. وننتظر المفاجآت الجاية من فيل سبنسر، أو إن شاء الله أيضا من سوني تتحرك وتسوي لها خدمة أو تسوي صفقات بعد واستحواذات. وهاي التنافس يا شباب كلش حلو. ليش؟ لأن هذا كله من مصلحتنا، من مصلحة اللاعب، لأن شركتين جاية تتنافس حاليا منافسة أعتبرها كلش شرسة، والمستفادين الوحيدين هو إحنا. ولهنا يا شباب وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عندكم أي شيء اكتبوا بالتعليقات وشاركونا برأيكم. كان معكم إبراهيم، في أمان الله.